النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال تقريبا هو أعظم فتنة تمر على البشرية، ولذا شرع لنا أن نقول في التحيات قبل أن نسلم: اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، نقولها في كل صلاة لخطورة هذه الفتنة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. كل الأنبياء السابقين حذروا أمتهم أو أممهم من المسيح الدجال، لأن في النهاية كلهم لا يدرون متى يخرج، إلى أن جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، أيضا حذر أمته من المسيح الدجال لشدة فتنته. هنا في هذا الحديث يقول: